بيقول لي ده س تساوي ألف أس س زي ده فيه. بص يا جماعة، إيه ده س تساوي ألف أس س؟ دي اسمها حاجة اسمها الدالة الأسية. الدالة الأسية دي لها حاجتين. بصوا، لو الألف ده عدد، بصوا يعني مش كافي، عدد أكبر من واحد، 3 أس س مثلا، ولو هو عدد مثلا زي نص أس س، دي بيسموها الدالة الأسية. دي رسمتها ثابته. بص بتطلع عامله ازاي؟ بتطلع عامله كده من عند الواحد، لازم من عند الواحد مهما من العدد ده اختلف، تطلع من عند الواحد بتطلع عامله كده. اسمها داله تربيعيه بس مش كامله يعني. لا بص ناحيه اليمين. طب ليه من عند الواحد؟ هقول لكم ليه؟ لان هنا في هنا صفر، فانت لو عرضت عن س بصفر هيبقى 3 اس صفر تساوي 1 بس، ادي كده. فدايما رسمتها ثابته كده من عند الواحد، زي ما التربيعيه رسمتها دايما عامله كده والتكامله عامله كده، هي رسمتها كده دايما ثابته بس مفيهاش فن يعني. طيب تعالى بقى نشوف لو هي بقى العدد ده اقل من واحد يعني نص ربع مش عارف كسر كده، خلاص يقول لك رسمتها بتطلع بس بصه الناحيه الثانيه يعني عامله كده من عند واحد برضو بس جايه من هنا، بص عامله كده هي دي رسمتها كده. دي بيسموها الداله الاسيه، الداله الاسيه خلاص نظامها كده ظروفها كده، ان هي بتكون لو هي العدد ده اكبر من واحد بتكون عامله كده، لو العدد ده اصغر من واحد بتكون عامله كده. طب دي يا جماعه تبقى ايه؟ دي تبقى تزايديه. مش احنا قلنا لما نيجي نشوف تزايد والتناقص بنعتبر ان عندنا نقطه كده ونقطه كده، نشوف لو احنا وصلنا من الشمال لليمين دي طالعه، طالما وصلنا من الشمال لليمين دي طالعه يبقى تزايدية. يعني دي كده هتبقى تزايدية. بينما دي بص ادي الشمال وادي اليمين. لو انت جيت توصل من الشمال لليمين هتلاقي ايدك نازلة وباينة هي أصلاً. فدي بتبقى تناقصية بس. طيب. فهنا يعتبر الألف يا جماعة بتاعنا، الألف ده العدد ده أكبر من واحد. هنا يعتبر الألف اللي هو العدد اللي هنا أصغر من واحد. طب هل ممكن انا العدد ده يختلف يبقى 5 اس س تطلع نفس الرسمه، مليون اس س تطلع نفس الرسمه من عند الواحد برضه؟ طب دي ممكن تبقى ربع اس س تطلع نفس الرسمه، تمام. وعلى فكره لو الاس سالب كمان بتطلع نفس الرسمه، يعني لو هي مثلا 3 بس اس سالب س، 3 او 2، لان انت عارفين الاثنين دي لو انا طلعتها فوق الاس بيبقى سالب 2 اس سالب س. طيب معايا يا جماعه؟ فدلوقتي لو هي الداله بتاعتي لو 3 اس س بتلاقيها طالعه ايه؟ كده تزايديه، الف اكبر من واحد. لو هي نص اس س بتلاقي، بص يا جماعه بتلاقي ايه؟ الرسمه جايه من هنا تناقصيه. فهو السؤال بيسالني بيقول لي ايه؟ هو هيكون الالف ايه؟ اكبر من واحد ولا تزايديه؟ يبقى الالف هيكون اكبر من واحد، يبقى انا اختار الاختيار اللي هو رقم ايه؟ رقم ب. ما فيهاش فن يعني، يبقى رقم 12 دي انا هختار رقم ب. ماشي يا جماعه، ما فيهاش حاجه يعني فنيه قوي، هي رسمتها ثابته كده يا جماعه. طالما العدد بتاعي اكبر من واحد هي بتطلع كده، بتطلع هي دايما بتطلع من عند الواحد. طب ليه دايما بتطلع من عند الواحد؟ عشان لو حد سالته، لانك لو عرضت عن س بصفر اي حاجه والصفر بتدي واحد، قصاد الصفر لازم يكون في واحد. طيب ماشي، يعني دي بتبقى حاجات مستخبيه في المنهج كده، الامتحانات بتظهرها بقى يعني ايه معايا؟ حاجات كده يعني انت تحس ما يجيش فيها سؤال الامتحان يظهرها لك. عشان كده يا جماعه حاول تحل امتحانات في جميع المواد مش في المادة بس، حاول تحل في جميع المواد امتحانات. امتحانات بصوا اهم جدا من المنهج. ليه؟ تحط ايدها على الحتت المهمه اي مادة. طب تعالى شوف اللي بعدها كده، اللي بعدها دي مباشرة جدا جدا. بص بيقول لك السين اللي رقم 13، بيقول لك السين بتساوي كم؟ بتساوي 5 زائد 2 جذر 6. طالما ده عدد كده يا جماعة يعني لا فيه لا سينات ولا ألفات ولا بهات يبقى زي الفل. السين يعني بكده تمام، مفيش فيها شغل، لا فيه يعني مفيش أي متغيرات في البتاع ماشي. وبعدين بيقول لي وجد إيه؟ بمنتهى البساطة بيقول لي هات لي لو س زائد 1 على س.
طب ايه المشكله يعني؟ انا ممكن اشيل السين وعوض السين ب 5 زائد 2 جذر 6. يعني انا ممكن اقول له 5 زائد 2 جذر 6. مساله مباشره جدا بس شكلها مرعب. 1 على 5 زائد 2 جذر 6، تعويض مباشر. وربنا يخلي لنا الاله جاي عامل ايه؟ ضارب دي على الاله وخلاص. اللول اللي هي لوج، تمام؟ اللول لوج، وافتح قوس واكتب فيها الكلام ده كله. ايكوال، شكرا، هتقوم طالع. مفيش فيها فن يعني. طيب تعالى بقى دلوقتي اللي بعديها، بيقول لي رقم 14، بيقول لي ا ب ج. خدوا بالكم يا جماعه، لو انتم ملاحظين زي ما المسائل ايه، مش كلها ايه، مش كلها صعبه، في مسائل مباشره جدا اهي زي ما انتم شايفين. يعني الناس يقول لك المسائل كلها تعقيد وصعبه، لا مش تعقيد وصعبه، هو بيجيب لك الامتحان متوازن. في اسئله بتقيس الطالب المتميز قوي اللي مذاكر قوي، اسئله بتقيس الطالب النص نص يعني، عشان كله يحل في نفس الوقت. هو بيجيب لك سؤال مثلا ما ياخدش وقت زياده، عشان في سؤال تاني ياخد وقت، ارسم مش عارف اعمل ايه، اذا بتاع حل المثلث ده خد مننا وقت. هو بيجيب لك الامتحان متوازن، تمام؟ السؤال الطويل اللي يجيب سؤال ياخد وقت اقل كده يعني. طيب تعالى نشوف كده اللي بعديها، بيقول لي ايه؟ بيقول لي قال بيجي مثلث متساوي الاضلاع، ماشي. عارفين طول حياتنا يا جماعه، اول ما بلمح كلمه متساوي الاضلاع على كل الزوايا بتاعته 60، دي كده بتيجي في ذهني على طول من غير ما حد يقول لي اي حاجه. معروف يعني في ثوابت كده في الرياضه، اول ما المح مثلث متساوي الاضلاع يبقى كل الزوايا 60، ده مبدئيا كده من قبل اي كلام. مثلث متساوي ساقين يبقى عنده زاويتين قد بعض، دي بقى ودي ولا دي كده. طيب طول ضلعه 5 جذر 3، تمام، يبقى كل دول 5 جذر 3. طيب نرجع كده بالاسماء تاني يا جماعه، احنا اتعودنا نسمي الضلع باسم واحد، ازاي واحنا صغيرين بنسميه الف ب؟ لا بنسميه جيم شرط. ب ج بنسميه الف شرط، الرمز المخالف، الرمز الثالث يعني. مثلا اسمه الف ب ج، لما اقول الف ب قول لي جيم شرط، اقول لك ب ج قول لي الف شرط، الف ج قول لي ب شرط، ماشي تمام. طب انت عايز ايه يا بطل؟ عايز اوجد طول القطر. طب مش انا لسه قايل لكم يا جماعه من شويه ان القانون ده هو بتاع الجيب ده اساسا كان بيساوي قطر الدايره المره برؤوس المثلث، قطر الدايره المره بايه؟ برؤوس المثلث. يعني في الدايره بتمر دي كده تقدر تجيب طول القطر من اي واحده من دول. ثلاثه صح. طب انت عايز ايه تاني بالدنيا؟ هو بيديك كل حاجه على فكره. يعني الالف شرطه بكام؟ 5 جذر 3 على ج زاويه الف اكيد ب 60. مش لازم اقعد بقى اكتب البي شرطه وكمان ب 5 جذر 3 على ج 60، ما هي هي يعني، وتمشي نفس القصه فاي واحده منهم كفايه بتساوي القطر. اقوم حاسب دي على الاله هتطلع لي كام يا جماعه؟ حسبت دي تطلع لك 10، خلاص يبقى القطر 10. ممكن بقى طالما جبت القطر يقول لك طب اوجد مساحه الدائره. يا سلام، حاجه صعبه قوي. مساحه الدائره انا القطر ب 10، ده نصف القطر ب 5، وانا حافظ من سته ابتدائي من مساحه الدائره طه نق تربيع او باي نق تربيع، صح؟ يعني نق تربيع ب 5 تربيع يعني ب 25 بار. اوجد محيط الدائره، حاجات بقى اللي هي الاسئله بتاعت كي جي 1، تمام؟ يبقى قطر الدائره يا جماعه هو نفس الالف شرط على جاء الف او البي شرط على جاء، اي واحد منهم صح، لان هما الثلاثه في نسب بتساوي بعضها او كسور بتساوي بعضها، فانت لو طبقت اي كسر منهم صح، اي كسر منهم صح. بص يا جماعه، زي ما في اسئله ايه قويه، في اسئله مباشره جدا ما فيهاش اي حاجه. تعالى مثلا نشوف اللي بعدها بتاعت نهى، ده سؤال جميل جدا وسهل جدا. بص كده بيقول لي ايه، هو السؤال معتمد على تركه صغيره خالص. بص يا جماعه، احنا طول حياتنا واخدين على ايه؟ ان لما هو يقول لي نهى، المستر قال لنا لما يقول لك نهى جا بقى جا 5 س مثلا على 2 س، لو نفتكر قبل زمان س تقول صفر، كان المستر يقول لنا طالما ما فيهاش تربيع اقسم فوق على س وتحت على س وتطلع الاجابه 5 على 2. انا براجع على الدرس يعني. طب ولو جالك ظا برضو، لو جالك ظا مثلا برضو 3 س على مش عارف 2 س، في الاخر يعني الظا والس والس بيتشالوا بتطلع 3 على 2. ولكن لو جاي فيها تربيع، خد بالكوا يا جماعه، لو جالي مثلا ظا 3 س تربيع، انا امتاز المناسبه وراجع على الدرس، لو انت واخدين بالك
برضه ما فيش مشكله، هتطلع 3 على 2. لكن لو التربيه جايه على الزار، التربيه جايه على الزار، لا الكلام بيختلف بقى. يعني مثلا هنا 2 سنين تربيه، التربيه جايه على الزار هنا، لا الكلام هيفرق معايا. الرقم اللي جنب الزار ده مش هيطلع 3 بس، مش 3 على 2 بس وشكرا، لا ده هيبقى 3 تربيه، تطلع 9 على 2. فكل الناس اول ما شاف المساله اللي هي جايه دي 23، قال لك يبقى احنا هنطبق القانون ده. تمام؟ اه لها لما س تقول له باي على 4، باي على 4 دي المساله اللي جت في امتحان ظا س على س، المستر قال لنا الظبط الشال هي والسين والسين، وتفضل 3 على 2. انا قايل لك بص شيل الظا والسين والسين، يبقى هتفضل الاجابه 1 على 1. الكلام ده غلط. ليه يا جماعه؟ لان في الاساس اولا في الدنيا القوانين دي كلها، لو انت ملاحظ س تقول له ايه؟ لصفر، س تقول لصفر مش مش لباي على 4. شفت التركه جايه فين يا جماعه؟ جايه في الحته دي. اه طب باي على 4 دي نعمل معاها ايه؟ قال لك بسيطه عوض بيها، ايه المشكله يعني؟ مش على ما كان بيجي في النهايات العاديه س تقول ل 3، مش كل ما نعوض على س ب 3؟ والله لو ما طلعت 0 على 0 يبقى نشوف لها حل، لكن هي مش هتطلع 0 على 0. يعني انا الاول اعوض دي. طب هي الباي على 4 دي يعني يا مستر الباي ليها 22 على 7؟ لا انت مع الزوايا يا جماعه، الباي بتساوي 180 درجه، احنا عارفينها من اولى ثانوي. يعني باي على 4 دي انت بتتكلم في ايه؟